هذه المرة أمام رغبة حقيقية، رغبة إرادة سياسية حقيقية كردية للاستقلال، لإعلان الكونفدرالية، للانفصال تماما عن بغداد، أم نحن أمام مناورة سياسية فقط؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه أهلا الاستضافة بحضرتك. الطيبة. أحييكم السادة مشاهديكم الكرام، كما أحيي السادة الضيوف معنا في هذه البرنامج المبارك. تفضل. بالنسبة لهذه الدعوات وتصريحات من قبل مسؤولين على مستوى رئيس وزراء الإقليم، لا تأتي من فراغ أو من حبا بمعرفة مفاهيم وجدليات مصطلحات سياسية، سواء كانت فيدرالية أو كونفدرالية. فهذه الأمور هي يعني معروفة لدى الباحثين ولدى يعني السياسيين، ولكن هذه الدعوات برأيي الشخصي تأتي الكونفدرالية لتصحيح مفاهيم عملية وتطبيقية للفيدرالية الغائبة عن المشهد السياسي والاقتصادي وحتى الأمني في العراق. ما رسمه الدستور العراقي لمفهوم الفيدرالية في العراق لجميع العراقيين، لجميع يعني أراضي العراقية، بطبيعة الحال اليوم غائبة عن الدستور وعن الواقع العملي، حيث أن رؤساء الوزارات العراقية والكابينة الوزارية المتعاقبة ما بعد 2005 في العراق لا نجد صراحة هناك مشاريع وهناك قوانين وهناك رسم سياسات نحو تطبيق الفيدرالية الصحيحة الدستورية في العراق، حيث أن هذه الكابينة هي الأخرى الحالية والتي ستتشكل قريبا عندما أحس حزب الديمقراطي الكردستاني خاصة في هذه المرحلة أنه لا توجد هناك عند رئيس الوزراء وعند الكتل السياسية الحالية في بغداد هناك يعني سياسات وبرامج لتقوية ولتفعيل مواد متعلقة بالفيدرالية الصحيحة في البلاد، من شأنها تؤدي إلى يعني لملمة المشاكل السياسية للمكونات العراقية، وكذلك التنمية المدنية والتنمية الاقتصادية المفقودة في الأقاليم العراقية أو التي تريد أن تبني وتطور من شأن الأقاليم، يجابه بمشاكل من الحكومة المركزية. طيب. أو سياسات خاطئة تتبعها الحكومات المركزية فتتعطل تلك التنمية. اسمح لي يا سيد كاظم بالمقاطعة. اسمح لي بالمقاطعة. نحن الآن أمام مسارين، أمام احتمالين. إما أن تكون هذه الدعوات دعوات جادة، مخطط سياسي، برنامج سياسي كردي لا مناص من الوصول إليه، وإما أن تكون ورقة ضغط أو مناورة سياسية مثلا. أيهما ترجح؟ طبعا الحالة السياسية الكردية في إقليم كردستان العراق ليست متوافق عليها يعني بشكل كلي ما بين جميع الفرقاء السياسيين، ولكن الحالة الحكومية أن الرجل يعني بمنصب رئيس الوزراء من خلال ممارسته السلطة في الإقليم أكيد لديه مشاكل، لديه تبعات، ولديه يعني لم مشاكل. لم تجبني يا سيد كاظم، لم تجبني حقيقة. على سؤالي، هل هو برنامج سياسي كردي معلن أم مناورة ورقة ضغط مثله مثل استفتاء 2017 مثلا؟ يعني ما هي إلا مطالبة بالحقوق الفيدرالية الحقيقية في الدستور العراقي. المفهوم الفيدرالي هناك عليه اختلافات، وهناك عليه من بعض الأطراف يعني يريدون القضاء على هذه المفهوم الفيدرالية. فمثلا عندما نأتي الإقليم كردستان العراق
فيدراليا لابد أن يقوم الحكومة المركزية بالدفاع وحماية الإقليم كردستان العراق لأنها جزء من العراق الفيدرالي. فنرى أن الإقليم مستهدف من هنا وهناك ولا توجد يعني أي ضمان حماية لأراضي الإقليم من قبل يعني الجهات، سواء كانت عصابات مسلحة كداعش أو جهات أخرى سياسية أو دول إقليمية وهكذا. فإذا لم يوجد هناك تطبيق واقعي ويعني فعلي لمفردة التعددية والفيدرالية على أرض الواقع، فلا بد إذن أن يكون هناك حتى وإن كان مناورة سياسية فهي ضمن أطر دستورية مقبولة من حيث التطبيق وإعطاء مزيد من الصلاحيات للأقاليم والمحافظات العراقية بما رسمه الدستور العراقي الحالي. فأين يوجد هذه المناورة؟ التسميات صح، هناك أكاديميا هناك فرق ما بين الفيدرالية والكونفدرالية. طيب أشكرك يا